عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعلى اسمه البداية وعليه نتوكل، منه دائما وابدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح. نحييكم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام بأجمل تحية صباحية من هذا الموقع الرياضي من أرضية ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث ومن انطلاقة شارة اتحاد سباقات الهجن في هذه الانطلاقات وفي هذا التمهيد الثاني في هذا الموسم. انطلق اول اشواط القعدان، اول تحديات القعدان لإذاعة المحليات الأصايل، المسافة كما هي 4 كيلومترات، مباشرة مع الصدارة، مباشرة مع مقدمة هذا الشوط شاهين عبيد بن سالم بن سيف الراشدي على الصدارة على مقدمة الشوط وعلى المركز الاول، بينما المركز الثاني شاهين عامر بن عوض بن عدان الصعري خذ المركز الثاني، النقلة مباشرة إلى ثالث المراكز. أجد هنا غازي ياسر بن حمد بن 70 المحرمي خذ المركز الثالث، نقلة مباشرة إلى رابع الأسماء الشامخة. فارس بن سهيل اليبهوني خذ المركز الرابع، المركز الخامس التدخل مع جلاد سعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي المركز السادس، المركز السادس. شوف الوصول في هذه اللحظة والتقدم مع شاهين محمد بن احمد بن هويمل. هنا العامري بدا يتقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز السادس، المركز السابع حضور مع صعب ونهيان بن خالد بن مسلم بن عويده العامري خذ المركز السابع، المركز الثامن وصل النداوي ومحمد بن خلفان بن راشد المزروعي، المركز التاسع، المركز التاسع الظليم وسالم بن عيد بن عبيد المهيري، والمركز العاشر وصول وتقدم مع مخيف وحاضر بن علي بن حاضر المزروعي خذ المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام عشاق الأصالة، ندائنا للعشر المراكز الأولى المتقدمة والتي ناتي بها بالمعلومة هنا أيضا للانطلاق والإبداع نحو الانطلاق هنا الأول في هذا المسار للقعدان المحليات الأصايل. سنة لذا والامتاع والابداع، ولكن نعود مع الصدارة. هذا هو شاهين عبيد بن سالم بن سيف الراشدي، هو من يتصدر الجموع في هذه اللحظات، هو من يتقدم على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الاول. عبيد بن سالم بن سيف الراشدي يقدم شاهين على الصدارة، يقدم شاهين على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الاول، بينما شاهين مع المركز الثاني وعامر بن عوض بن عدان الصعري خذ المركز الثاني، المركز الثالث حضور وتقدم مع الشامخ. وفارس بن سهيل اليبهوني خذ المركز الثالث، المركز الرابع جلاد سعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي المركز الخامس، المركز الخامس. نتأخر ونشوف من القادم في هذه اللحظات ومن الهاجم في هذا الانطلاق الكبير من خلال تواجد غازي وياسر بن حمد بن 70 المحرمي. بدأ يتواجد بن 70 بانطلاقة غازي على مستوى المركز الخامس، المركز السادس شاهين محمد بن احمد بن هويمل العامري خذ المركز السادس، المركز السابع وصل هنا وصل مقتدر وساري بن حمد بن محمد المزروعي يقدم مقتدر على مستوى المركز السابع، بينما المركز الثامن مخيف حاضر بن علي بن حاضر المزروعي، والمركز التاسع وصول وانطلاق من خلال تواجد هنا وصل بن عويده مع صعب ونهيار بن خالد بن مسلم بن عويده العامري خذ المركز التاسع، عم المركز العاشر حضور مع النداوي ومحمد بن خلفان بن راشد المزروعي. هذه النتيجه نداءنا الثاني مشاهدينا الاعزاء للعشر المراكز الاولى المتقدمه والتي تنطلق بالشعارات الكبيره، تنطلق بالشعارات الرنانه الحاضره في اول اشواط القعدان المحليات الاصايل، اول ابداع القعدان مع سنه الاذاعه. ما شاء الله وتبارك
تبارك الرحمن هذا شاهين من البداية وحتى هذه اللحظات متصدرا لهذا الانطلاق الكيلو الأخير الكيلو المثير. عبرنا هذا الكيلو والأربع المراكز الأولى بدأ ينفردا عن بقية الشعارات والأسماء المشاركة في هذا الشوط، ولكن شاهين على الصدارة، شاهين على مقدمة هذا الشوط. يتقدم عامر بن عوض بن عدان الصعري، ولكن اللي غير مقتدر غير ساري بن حمد بن محمد المزروعي بدأ يغير في هذه اللحظات وينطلق على الصدارة، ينطلق على مقدمة هذا الشوط ما شاء الله وتبارك الرحمن على الانطلاق والإبداع لدى تواجد مقتدر على مقدمة هذا الشوط ما شاء الله. بدأ ينطلق بالإبداع، بدأ يؤكد الحضور، بدأ هنا أيضا ينعطف الميدان، بانت المنصة، وهذا هو مقتدر على صدارة المسار. عصاف بطانة، عصاف بطانة، هنا مقتدر صاري بن حمد بن محمد المزروعي يتحرك هنا بالسماعة ليطير ليحلق هنا أيضا مع بداية المسار، مع بداية الإبداع. هذا هو مقتدر على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. سلام سلام المزروعي، سلام سلام المزروعي، سلام على تقديمك لمقتدر العصاف الأبطان بالانطلاق والإبداع الذاتي حتى هذه اللحظات. تهانينا والناموس لمالك مقتدر ساري بن حمد بن محمد المزروعي، لحظات وصوله إلى خط النهاية معلن ناموسه. أول أشواط القعدان الإذاعة المحليات الأصايل. المركز الثاني شاهين عبيد بن سالم بن سيف الراشدي. المركز الثالث مخيف حاضر بن علي بن حاضر المزروعي. المركز الرابع امتلان أحمد الدحوي بن عاضد المهيري. والمركز الخامس الشامخ فارس بن سهيل اليبهوني الظهري. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، 6 دقائق 15 ثانية التوقيت المصاحب لهذا الانطلاق.